السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من ضمن الحملة التي تقوم بها عونا في أوساط الإريتريين والمثقفين الإريتريين، نلتقي أيضا مع الأستاذ اللمين عبدالله أن يحدثنا عن المظاهرات مدينة ملبون وما هي أهدافها وكيف انطلقت هذه المظاهرات والدوافع التي جعلت الإريتريين في ملبون يكسر حاجز الخوف وتنتقل المظاهرات من ملبون إلى أنحاء العالم. فتفضل أستاذ اللمين أن تحدثنا قليلا. أولا أشكر الأخوة في عونا، وفعلا يعني تاريخ المظاهرة برضو تاريخ طويل، ودور ملبورن في معارضة النظام بدأ منذ تحرير إريتريا، عندما أعلن النظام بإلقاء كل التنظيمات التي ناضلت من أجل استقلال إريتريا. يعني فبداية المعارضة لم تكن جديدة، ولكن دور المعارضة بدأ يتعازم كلما النظام يحاول يعني كلما تظهر يعني شوفينية النظام في إريتريا كلما كان مثلا يتعازم دور المعارضة. يعني وأيضا ملبورن لم تقتصر في هذا، يعني معارضة للنظام لم تقتصر بإعلان موقف، ولكن دائما وأبدا كانت تحاول تواكب كل التطورات. عندما بدأت لجان تكوين الدستور في زيارة الإريتريين في المهجر، ايضا المعارضه الاريتريه او ملبورن سجلت ايضا موقف، وكان موقفها نابع من انه يكون يجب اشراك كافه التنظيمات الاريتريه في هذه العمليه حتى فعلا هذا الشعب ينعم بسلام واستقرار. وايضا عندما حضر مسؤول النظام موسى نايب، ابدت يعني سلمت مذكره تحاول توضح فيها اعتراضها في بنود اعتراضها المبدئي بما يخص مثلا انه الدستور لم ينس الى اي اقامه احزاب، في نفس الوقت هناك بما يخص قانون الاسره، وايضا القسم اللي كان برضو موجود في احدى البنود ايضا ورد معارضها، وايضا سلمت مذكره بهذا الخصوص. وايضا المعارضه طبعا دورها بدا يتعازم، وايضا اعدادها بدات تكثر كلما تظهر يعني شوفينية النظام في إريتريا واضطهاد النظام لكافة اضطهاد النظام لكافة وبالذات يعني عندما بدأ اعتقال المدرسين بتاعت المدارس الإسلامية في إريتريا، وأيضا عندما أصبحت اللغة العربية ليس الهجود في إريتريا وأصبحت تحارب وحملت الشهادات من الدول العربية أصبحوا يعملوا وكأنه هم أميين يعني. وهذا طبعا أمور كلها ما تحتاج إلى تفاصيل لأنه هي موجودة كانت لمن يتابع في الإنترنت يعني. ولكن فعلا المسألة معارضة واصلت، وفعلا عندما قرر النظام إقامة مهرجان في سنة 2000، أيضا المعارضة في ملبورن علت صوتها واعترضت من خلال إقامة رابطة إريترية، والرابطة إريترية كانت تهدف إلى معارض هذا النظام. وكان العمل فعلا سنة 2000 أقامت أنشطة بديلة تحاول من خلالها تحاول تحيد الناس الذهاب إلى المهرجان، لأنه المهرجان يهدف إلى شيئين: أولا هو عمل دعائي للشعبية، وأيضا هي وسيلة كسب للمادي، وفي نفس الوقت أيضا المسخ بتاعت الثقافة الإريترية والتراث الإريتري اللي قاعد يحصل، أنه هي أيضا إحدى الوسائل انتشار هذا النوع من التراث يعني. فالرابطة الإريترية سنة 2000 بدأت من خلال إقامة نشاطات بديلة وحاولت تستقطب كثير من الشباب يعني، وكانت فعلا فكرة ناجحة. وأيضا سنة 2001 الجالية الإريترية اتبنت هذه بشكل عام بشكل رسمي، اتبنت وعلنت موقفها الواضح من النظام في إريتريا في مذكرة يعني في مذكرة وزعت في أيضا نشرت في الإنترنت. فده كان فعلا انتصار بما يعني أنه فعلا أن الجالية الإريترية وصلت إلى موقف فيها ككل كافة أفراد الجالية أن يلتفوا حول أنه معارض هذا المهرجان سنة 2001. ومن ثم 2002 هب الشباب واتبنوا أسلوب آخر، لأنه فعلا كل سنة كان هناك في الناس تحاول تتدع وسائل المعارضة يعني. وأيضا الشباب حبوا وقاموا بمسألة معارضة المهرجان في موقع المهرجان نفسه يعني،
بدلا من قامت أنشطة بديلة. كان المسألة وفعلا هذه المسألة يعني وكان هذه المسألة لها رواج، وأيضا طبعا من خلال الإنترنت يعني عونا والنهضة وأيضا فرجت أيضا لعبت دور في انتشار هذه العملية وأسلوب المعارضة اللي فعلا وصل ذروته يعني سنة 2002. ونشوف من 2002 حتى الآن بنرى أن وسائل كل مرة المعارضة قاعد تبتدع وسائل المعارضة، وفعلا كل مرة قاعد تكسب كثير من الناس اللي كانوا مثلا بالأمس يكونوا ضمن الناس اللي كانوا حتى يشاركوا في إنجاح هذه المهرجانات في إطار الشعبية. فهذا يورينا فعلا أن هذه العملية مواصلة، وصمود هذه العملية يأتي من خلال أنه كل ما بدأت تنكشف نوايا النظام الشوفيني في إريتريا، وكل ما بدأت يعني فدي تخلي مثلا أن هناك كل ما تلقى المعارضة زخم يعني وجماهيري يلتف حوله يعني. وبالتالي بنرى أن احنا وصلنا إلى مرحلة أنه هذه الظاهرة لم تقتصر في 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 ملبورن بحسب، بل هي أيضا وصلت إلى في أوروبا وأمريكا. بنلقى أنه الناس بدأت تتعارض هذه المسائل وتكسر حاجز الخوف، وبدأت تحاول تعارض المهرجانات وأنشطة النظام في مواقع عدة يعني في حول العالم. وهذه فعلا أنه يورينا أنه هي إحدى المسائل اللي فعلا الناس اتبعتها، وفعلا هي يوري أنه متى صمودنا وأن الناس كون أنه لتسع سنوات الناس تحاول بكل ما تملك تعارض هذا النظام وتبتدع وسائل جديدة. يورينا نحن هناك في هذا النظام أنه هو لا محالة حيكون ساقط ما في شك من خلال الجهود اللي قاعد نشوفها والحملات اللي قاعد نراها. وشكرا. ونواصل أيضا بالحلقة القادمة مع الأستاذ اللمين عن يحدثنا قليلا أيضا عن التطورات والأوضاع الراهنة في إريتريا. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.